هشام نجيب، عضو في النقابة الجهوية لقطاع سيارة الإسعاف ونقل الأموات بالجهة دار البيضاء 16. احنا جينا اليوم كباقي العمال في العالم تنحتفلوا باليوم الوطني للعمال. هذا عيد العمال، عيدنا جميعا. وفي نفس الوقت جينا نمروا واحد الرسالة للمجلس جماعة الدار البيضاء في شخص العمدة. كاين واحد دفتر تحملات للآن مطروح باش يتنفذ. السيد العمدة احنا نتوجه له هذه الرسالة باش يكون واحد دفتر تحملات في المتناول ديال المواطن اولا، ياك، وبدون اقصاء اي مهني، لان هذا الدفتر تحملات كله دار المواطن، ما دارش باش يضرب القدره الشرائيه ديال المواطن. يعني دفتر التحملات اللي كاين دابا راه تيضرب القدره الشرائيه ديال المواطن بامتياز. يعني لومبيلونس ديال اليوم ماشي هي ديال غدا ملي غيطبق الدفتر التحملات. وحنا اولا واخيرا حنا مع المواطن، وحنا ضد اللوبيات اللي تيبغيو يستثمروا في هذا الميدان باش يتاجروا في الصحه ديال المواطن، لان هنا كاينه لوبيات ديال الفساد اللي تيبغيو يتاجروا في الصحه ديال المواطن، ياخذوا هذا الكاي تشارج ويطبقوا على المعايير اللي بغاو هو اللي كاينه موجوده حاليا، لان هذا الدفتر التحملات راه مجحف. وتنطلبوا من السيده العمده تفتح معنا باب الحوار، لان هذا الشيء تيهم الجميع، تيهم الساكنه ديال مدينه الدار البيضاء. ما بين اليوم وغدا الساكنه ديال الدار البيضاء راه ما غادي تجيها الثمن غالي، غتصير الاصابه تولي تجيها غاليه، غتولي مضوبله الى طبقت الدفتر التحملات. كما تتعرفوا الدفتر التحملات فيه شي حوايج مجحفه، يعني الحوايج اللي طالبين فيه ثقيله بزاف على المهني على المواطن. انواع ديال سياره الاسعاف، يعني تيطلبوا لك شي انواع ديال سياره الاسعاف، واحد لي ميزير ديالهم واحد العباره ديالهم غير موجوده حاليا كاع، لا في المغرب لا خارج المغرب. يعني تيعطيك واحد العبارات ديالهم خصهم يكونوا خصهم كينو خصهم. حنا فعلا حنا مع التغيير ومع التجديد ومع تجديد الاسطول ومع التغيير وضد العشوائيه، وحنا مع المواطن، لان الجامعه الحضريه تتصيب هاد الدفتر التحملات تتصيفوا 2025 كاس افريقيا وكاس العالم. حنا ماشي مع كنا بغينا كاس افريقيا وبغينا كاس العالم، ولكن بالدرجه الاولى بغينا المواطن اللي يستافد بواحد جوده الخدمات في المتناول دياله، ياك. وهاد الدفتر التحملات ما يكونش يضرب القدره الشرائيه ديال المواطن، لما كما تتعرفوا راه هذا القطاع اللي حنا فيه، حنا اول حاجه راه تيعيش الظلم وتيعيش الحيف وتعيش بزاف انواع ديال الحقره. اول تحقر هذا القطاع هذا كاع القطاعات استافدوا من الغازوال، الغازوال كلهم استافدوا منه الا هذا القطاع، هذا القطاع اللي هو قطاع حيوي ما استافدش منه كاع، ما كاينش شي مهني استافد من امتيازات ديال هذا الغازوال، ياك. مع العلم ان كلشي استافدوا، الكيران، طاكسيات، طوموبيلات ديال المدرسه، النقل المزدوج، كلشي استافدوا، استثناء هذا القطاع ما عرفناش علاش. هذا القطاع بغينا نرفعوا عليه هذه الحقره وهذا التهميش اللي تيعيشوه. وميم طون حنا مع المواطن، بغينا شي خدمه مناسبه للمواطن. للتذكير، اول حاجه حنا مع المواطن، حنا تنديروا خدمات اجتماعيه بالمجان لصحاب القصور الكلاوي، ياك، الناس اللي تيدوزوا الدياليز، والناس المعوزين اللي ما حدهمش راه ما تنتخلصوش من عندهم، يعني خدمات اجتماعيه حتى حنا تنديروها، ما تديرهاش الدوله، حنا تنديروها كقطاع خاص حنا، وتندخلوا في جميع الكوارث الطبيعيه بحال زلزال الحوز،
راه دخلنا فيه واحد 90% ولا اكثر من 90% ديال سيارات الاسعاف اللي مشات للحوز ياك. مشاو مشينا عند خوتنا باش ندخلوا ونقضوا لي غايه القاد ونكونوا معاهم ياك، لان المواطن تيبغينا حنا خصنا نكونوا معاه في السراء والضراء. نزيدك واحد الحاجه، حنا كوفيد العالم كامل هات الجائحه ديال كوفيد، حنا تدخلنا مجانا في كوفيد، هزينا بنادم مجانا، المواطنين هزيناهم مجانا مقابل هذا الشيء. الجماعه الحضريه ديال الدار البيضاء جازتنا عطاتنا الجزاء ديالنا والجائزه ديالنا هو دفتر التحملات المجحف، هذا هو الجزاء ديالنا ديال كوفيد. يعني باش تعاون معنا السلطات العمده والجامعه ديال الدار البيضاء باش تعاون معنا وتزيد القطاع وتواكبنا وتعطرنا وتاهلنا وتكون معنا وتكون مع المواطن، لا عطاتنا واحد دفتر تحملات اللي تيضرب القدره الشرائيه ديال المواطن وتيضربنا كحنا كمهنيين. يعني اقصيونا وخليونا وخليو المواطن منه يصحب الشكاره. وحنا من هنا المنبر ديالكم تنطالبوا السيده العمده تجلس معنا لطاوله الحوار باش نديروا واحد الكايت شارج واحد دفتر تحملات اللي يليق للمواطن بصفه عامه وما يضربش القدره الشرائيه ديالو ويليق للمهني وما يتقصاش. وشكرا.